تعالوا بقى معايا نحسب فاتورة ونشوف هيبقى شكلها ايه عشان انت تقدر تمسك الاستهلاك بتاعك وتقدر تقيم فاتورتك اللي جاية هتبقى ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا المكتب العربي الدولي. قناتنا خاصة بصيانة وترميم المباني، ورغم ذلك كل ما يتعلق ويشغل مشاهدينا يخص المنازل وما يحيط بها من خدمات وبعض أسئلة المشاهدين، لابد أن نبين ما لم تصل له الناس من معلومات. احنا بنتكلم في قناتنا عن الترميم وعن الصيانة وعن المعاينات وعن الشروخ وعن المخالفات بتاع المباني. النهاردة هنعرض لحضراتكم حلقة صغيرة عن طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2020. خليكم معايا عشان تعرفوا كل واحد فاتورته هتيجي شكلها ايه. ابقوا معنا. اللي اول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل الجرس للكل، ومشاهدينا ومشتركينا منتظرين تعليقاتكم ولايكاتكم وشير للفيديو. الشريحة الاولى اللي من صفر ب50 كيلو واط هتبقى اجمالي الفاتورة بتاعتها 20 جنيه. تفصيلتها ايه بقى؟ الخمسين دي هتضرب في 38 قرش يبقى 19 زائد جنيه خدمة. الفاتورة اللي استهلكت 100 كيلو واط هتبقى خمسة، فاتورتها 45 جنيه، وهي كالتالي تقسيمتها كالتالي: 50 في 38 تساوي 19 جنيه، وبعد كده الخمسين التانية اللي هي بقى بتاع الشريحة التانية هتضرب في 48 هيبقى 24 جنيه، زائد مقابل خدمة 2 جنيه يبقى هنجمع 19 زائد ال 24 زائد ال 2 جنيه، وهكتبها لكم تحت الفيديو في الوصف. 150 كيلو واط دي اللي هي الشريحة اللي بعد منها هيدفع 103.5. تقسيمتها كالتالي: 150 هيضربها في ال 65 قرش هتديني 97.5 قرش مقابل خدمة 6 جنيه، اجمع ده زائد ده يديك 103.5. الشريحة 250 كيلو واط هيدفع 189 جنيه، ودي تقسيمتها كالتالي: 200 منهم هيدفعهم في 65 قرش دي هتدي 130، والخمسين الأخيرة هتدفع في 69 قرش هيبقى 48 جنيه، ومقابل خدمة عملاء 11 جنيه. لو جمعت الثلاث أرقام 130 و48 و11 هيديك 189. الشريحة اللي أعلى منها اللي هي 300 كيلو واط الفاتورة بتاعتها هتبقى 237، تقسيمتها كالتالي: 200 في 65 هتدي 130، وال100 فوق ال200 ب 96 قرش هتبقى 96 جنيه مقابل خدمة هياخد منك 11 جنيه، هتجمع ال 130 زائد ال 96 زائد ال 11 هيديك 237 جنيه. الفاتورة اللي عليها 400 كيلو واط في الساعة 200، أول 200 في 65 هتدي 130 جنيه، و 150 منهم هيتضربوا في 96 هيدوا 144، آخر 50 كيلو هتتضرب في جنيه و18 هيدي 59، وهياخد منك مقابل خدمة عملاء يبقى 15 جنيه، يبقى أنت هتجمع 130 بتاع ال 200 كيلو الأولى و 144 و 50 اللي بعديها و 59 جنيه بتاع آخر 50 كيلو زائد 15 جنيه خدمة العملاء. 500 او مستهلك 500 كيلو واط في الساعة الفاتورة بتاعته هتبقى 466، تقسيمتها كالتالي: اول 200 كيلو هيتضربوا في 65 قرش هيدوا 130، وتاني 150 كيلو هيتضربوا في 96 قرش هيدوا 144 جنيه، اخر رقم في 150 كيلو واط هيتضربوا في جنيه و18 قرش هيبقى 177 زائد مقابل خدمة عملاء 18 جنيه. لو جمعت ال 130 و 144 و 177 زائد ال 18 بتاع خدمة العملاء هيديك 466. ال 600 كيلو واط هتبقى فاتورتها ب 584 وتقسيمتها كالتالي: اول 200 كيلو هيتضربوا في 65 قرش يدوا 130،
وال 150 كيلو اللي بعديها ب 96 قرش هيبقى 144 زي اللي فاتت، لكن في الاخر مش هيتبقى بقى 150، هيتبقى 250 هي اللي هتتضرب في جنيه و18 قرش، هيدوني 295، وخدمة العملاء هتبقى 15 جنيه. لو جمعت حضرتك 130 و144 و295 زائد 15 جنيه هيديني 584. عندي الفاتورة بقى اللي استهلك 650 كيلو وات هيدفع 643، وتقسيمتها كالتالي: أول 200 كيلو في 65 قرش يدوني 130 جنيه، والتاني 150 كيلو في 96 هيديني 144 جنيه، وآخر 300 كيلو هيتضربوا في جنيه و18 يدوني 354، ومقابل خدمة العملاء هيبقى 15 جنيه. الفاتورة اللي هتبقى 750 كيلو وات هيدفع فاتورة ب 910 جنيه. دي تقسيمتها هيبقى ال 750 على طول كلها هتتضرب في 118 هتديني 885، وفي مقابل خدمة هيبقى 25 جنيه. الفاتورة اللي هي 1000 استهلك 1000 كيلو وات في الساعة هيبقى 1200 جنيه الفاتورة بتاعته، قيمة الفاتورة ال 1000 جنيه هتتضرب على طول في جنيه و 118 من 1000، يعني قول جنيه وبريزة، ده هيبقى ب 1180 مقابل خدمة 25 جنيه، واللي فوق كده كله ده بقى اللي جاي هيبقى خارج الدعم. 1200 كيلو وات هيبقى ب 1780، هتضرب ال 1200 بتاعتك في جنيه 45 قرش، وكمان خدمة عملاء 40 يبقى 1740، اللي هي ناتج ضرب ال 1200 كيلو في جنيه 45 وخدمة العملاء ال 40، الاثنين هيدوني 1780. عندي ال 2000 كيلو وات اللي استهلكهم في الساعة ب 2940، ودي ناتج او تقسيمتها انها تضرب ال 2000 كيلو وات بتاعتك في جنيه 45 هيديك 2900، وال 40 جنيه اللي هي بتاع خدمة العملاء يبقى 2940. كرام اللي متابعينا ومشتركين بالقناة او اللي لسه اول مرة يشوفونا، ان احنا بنجهز لحلقة خطيرة جدا، عملنا منها اول جزء اللي هي عن ترميم السقف الخرسانة او الشروخ اللي بتظهر في السقف. ارجو متابعتنا، ان شاء الله هننزل لكم تحت هذا الفيديو اللينك بتاع الحلقة الاولى، وباذن الله تتابعونا تحت الحلقة الاولى لما نعمل الحلقة التانية ننزل لكم اللينك بتاع الجزء التاني. القاكم على خير. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام. واربعين جنيه هيدوا 144، ومية اربعة واربعين اللي هو 50 كيلو. كرام اللي متابعينا ومشتركين بالقناة او اللي لسه اول مرة يشوفونا،
ان احنا بنجهز لحلقة خطيرة جدا، عملنا منها اول جزء اللي هي عن ترميم السقف الخرسانة او الشروخ اللي بتظهر في السقف. ارجو متابعتنا، ان شاء الله هننزل لكم تحت هذا الفيديو اللينك بتاع الحلقة الاولى، وباذن الله تتابعونا تحت الحلقة الاولى لما نعمل الحلقة التانية ننزل لكم اللينك بتاع الجزء التاني. القاكم على خير.